الرئيس السيسي يؤكد أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية. رئيس الوزراء يصدر قراراً بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية. الرقابة الإدارية تضبط شخصاً لاستيلائه على أرض بمليارات الجنيهات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية تلبي طلبات الشعوب في العيش الكريم الآمن. جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامي عاصمة النيجر. المزيد في سياق التقرير التالي. بنيامي عاصمة النيجر، قمة إفريقية استثنائية ترأسها مصر. اتفاقية التجارة الحرة القارية، ويجعل من منطقة التجارة الحرة القارية بمثابة السفينة التي تحمل معها جميع الدول الإفريقية دون استثناء نحو تحقيق المنفعة المشتركة. عندما تحمل مصر على عاتقها مهمة النهوض بالقارة من واقع مكانها ومكانتها، وأعلن بدء أعمال القمة الاستثنائية 12 للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية. عندما تضع أمال القارة على قمة أولوياتها، علامة فارقة في مسيرة الاندماج الإقليمي في القارة، وامتدادا طبيعيا للعمل الإفريقي المشترك في هذا المجال على مدى عقود من الزمن، تفتح أفاق الوحدة الاقتصادية والتعاون المشترك. ولقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا على مسار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إننا على مشارف تفعيل أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بهدف تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم. تعظم دور الشباب الإفريقي، والذين نعول عليهم كثيرا لاستكمال المسيرة وتحويل حلم الجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى واقع متزودين بحماسهم وإبداعهم وطاقاتهم الخلاقة. تذهب بأحلام القارة بعيدا. إن إفريقيا اليوم محط أنظار العالم، ونجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية تلبي تطلعات شعوبنا في العيش الكريم الآمن. اتفاقية التجارة الحرة القارية أمل إفريقيا في مستقبل مشرق. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية اعتباراً من أول يوليو 2019. قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ عدة قضايا في مجال مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة وضبط مرتكبيها، حيث تمكنت الهيئة من ضبط حاصل على الشهادة الإعدادية منتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية تدخل للاستيلاء على أرض بقيمة 5.4 مليار جنيه، كما ضبطت المدير العام لإدارة المتابعة ورقابة الميدانية بمديرية الزراعة بمحافظة دمياط، وذلك لتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المعد عن عملها. وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. يواجه اليوم منتخب السنغال منتخب بنين، وذلك في الساعة 6 مساء على استاد الدفاع الجوي في ربع النهائي،
بينما يواجه منتخب نيجيريا منتخب جنوب أفريقيا في 9 مساء، وذلك على استاد القاهرة الدولية. ويذكر أن مباراة السنغال وبنين ستكون المباراة الأولى في تاريخ البطولة التي سيتم استخدام تقنية الفار بها.